والله اولا انا نشكر اللاعبين على المردود اللي داوه المباراه القويه هذه. مباراه ديربي تلعب على جزئيات، جزئيه صغيره اللي خدمت الفارق في الشوط الثاني، ما بالنسبه للشوط الاول كنا متمركزين مليح، قرينا لعب الخصم يعني بدقه خاصه على الاطراف، اللي يحسن اللعب على الاطراف ويلعب لي سونتر داخل يعني المنطقه نقطه ضربه الجزاء. الحمد لله الشوط الاول عدى يعني بدون ما داروا لنا يعني الدونجي، ما كانش دونجي كبير. الشوط الثاني حبينا نزيدوا نمشيو للامام، لان عارفين لو نمروا ب 20 دقيقه الاولى يعني ما يسجلوش عندنا، عندنا فرصه باش نسجلوا. للاسف اليوم لعبنا بامكانيات الموجوده خاصه في الهجوم، الا شفت يعني كانوا الخيارات، ما عنديش خيارات كثيره في الهجوم، ولكن على العموم نظن باللي خساره مره لان هذا الدربي، وخاصه بهذه الطريقه هذه اللي ان هدف ما كناش ننتظروه في الوقت بالذات، خلقنا لهم عده صعوبات كبيره. للاسف نظن باللي على العموم انا نشكر اللاعبين على المردود اللي اداوه، لان ضحاوا كثير فوق الميدان مهما يعني النقائص اللي كانوا موجودين. اليوم ننساو هذه المباراه ونحضروا المستقبل في احسن ظروف، لان اليوم بدينا نشوفوا الروح نتاع الفريق اللي بدينا بها. ان شاء الله نكملوا بهذا المنوال واكثر في المستقبل ان شاء الله.